السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع 100 يوم على حكومة السوداني، ما الذي تحقق؟ مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة عبر سكايب الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي بعد قليل. وأيضا بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، بنيت العملية السياسية في العراق بفضل المحتل الأمريكي بعد عام 2003 على نظام يعتمد المحاصصة الطائفية أساسا له في تقسيم وتوزيع المناصب. كان لهذه المحاصصة التي اعتمدت على الولاءات والانتماءات الطائفية الدور في قيادة العراق وشعبه إلى الهاوية وإلى مصافي الدول المتخلفة الرجعية الفاسدة، حيث لم يعتمد في اختيار الحكومات بوزرائها ونوابها البرلمانيين على الكفاءات والتكنوقراط الحقيقيين، بل اعتمد مبدأ أنت من يا عمام ويا طائفة ومن الحزب اللي يدعمك. بعد تجارب فاشلة بفضل هذا النظام، جاءت حكومة جديدة برئاسة محمد الشياع السوداني ابن حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لتعيد العراق مرة أخرى إلى مربع الفشل الأول، ولتثبت أن الانتخابات مجرد مسرحية صنعتها الأحزاب للضحك على عقول البسطاء من أبناء الشعب، والذي أثبت زيفها عندما قاطع الانتخابات الأخيرة بنسبة تجاوزت 85%، ومع هذا تشكلت الحكومة. طبعا تعتبر مهلة 100 يوم لتقييم عمل الحكومة هي البدعة التي ابتدعتها أحزاب السلطة، حيث وعد السوداني كثيرا من الوعود في مقدمتها سحب السلاح من الميليشيات، معالجة ملف النازحين والمهجرين والمعتقلين والمغيبين، محاربة الفساد، لكن مضت 100 يوم ولم تعالج أي من هذه الملفات، بل لم تكن هناك أي مبادرة حقيقية لمعالجة هذه الأزمات. من ضمن الوعود الوهمية هي إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما تنصلت منه أحزاب الإطار التنسيقي التي جاءت بالسوداني بعد أن كان هذا الوعد ضمن خطة السوداني التي صادقت عليها نفس الأحزاب في البرلمان. ثم نأتي إلى أزمة الدولار في العراق. كان السوداني قبل تسلمه المنصب من أشد المهاجمين لحكومة الكاظمي اللي غيرت سعر الصرف، وقال هذه من صلاحيات الحكومة، لكن بعد أن تسلم المنصب قال إن تغيير سعر الصرف ليس من اختصاص الحكومة بل من اختصاص البنك المركزي. فلماذا إذن تمجده الأحزاب وأدواتها الإعلامية لتجعل منه بطلا قوميا، رغم أن تغيير سعر الصرف ليس من ضمن صلاحياته؟ وما هو مستوى رضا العراقيين على عمل حكومة السوداني حتى هذه اللحظة؟ وهل إطلاق سراح نور زهير صاحب ما يعرف بسرقة القرن وهيثم الجبوري أحد الفاسدين يدخل ضمن إطار محاربة الفساد؟ ثم هل ينتظر العراقيون من حكومة السوداني أي جديد يصب في مصلحتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تشاركونا للإجابة عليها مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. بداية دعونا نتابع هذا التقرير الجرافيك السريع الذي يلخص بعض المشاكل في حكومات ما بعد الاحتلال وآخرها حكومة محمد الشياع السوداني.
حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، نرحب بدكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور يحيى. الله يحييك ويحيي مشاهدي قناة الرافدين الكرام. بداية دكتور، الآن مضت أكثر من 100 يوم على حكومة محمد الشياع السوداني، وعد بكثير من الوعود، لكن نسأل أول، ليش الحكومات المتعاقبة تلزم نفسها دائما بالمئة يوم؟ هذا البرلمان وهذه الكتل السياسية أرادت أن تقول شيء بأنها قادرة على تنفيذ بعض الوعود خلال هذه المئة يوم، ولكنها في كل مرة تفشل، لأن رئيس الوزراء سواء السوداني أو الذي قبله والذي قبله لم يقدم برنامجا حكوميا حقيقيا يستند إلى الأرقام والتواريخ، وإنما قدم برنامج سماه البرنامج الحكومي هو مجرد إنشاء أو كلام عابر، إنني سوف وسوف وسوف، فهذه لن تتحقق. من يريد أن يحقق شيء خلال 100 يوم أو أكثر من ذلك عليه أن يحدد كافة مقومات العمل من أرقام مادية، من تواريخ لتنفيذ المهمات التي يعتبرها مهمات ضرورية من أجل أن تستمر حكومته. ولكن هذه الكتل التي بنيت على الفساد والمحاصصة والتوافقية ونهب المال العام حتى إذا انقضت 100 يوم، هنا السؤال، ما الذي يتخذوه؟ هل يقيلون السوداني أو تقال الحكومة؟ هم جميعا مشتركون بالفساد. طيب يعني هو دائما هو قال بخصوص 100 يوم أنها 100 يوم لتقييم عمل الحكومة. كيف تقيم حكومة السوداني بعد هذه 100 يوم؟ كيف هو من يقيم عمل الحكومة؟ المفروض هو هذا اللي يسمي نفسه برلمان والكتل الأخرى، أما أنا كمواطن أو كمراقب فهو تقييم فاشل، لأن ما حقق شيء السوداني خلال 100 يوم، وسوف لن يحقق طوال سنة ولا سنتين، لأنه لا يملك شيء من أدوات اللعبة والتحرك، هو أسير بيد هذه الكتل الفاسدة التي تتحكم بالمال العام وبالميليشيات، ولا يستطيع أداء إعادة النازحين مثلا إلى دورهم أو إلى مدنهم، لأن هذه المدن تسيطر عليها الميليشيات. عملية الميليشيات أصبحت الميليشيات اليوم مراكز قوى متعددة وتملك من الأسلحة ما لا يملكه الجيش ولا الشرطة، لذلك غير قادر على حل هذه الميليشيات. هذا الرجل إذا أراد أن يحقق شيء عليه أن يكتب برنامج محدد بالتواريخ وبالعمل الذي يقوم به، يبدأ بعملية مثلا حل الميليشيات، وستستغرق هذه العملية لنفرض ثلاثة أشهر. دكتور يحيى، ليش أصلا يدخل نفسه في أزمة الزمن التوقيتات؟ ليش يقيد نفسه في أو هم طبعا كلهم بشكل عام والسوداني من ضمنهم يقيدون نفسهم بتوقيتات زمنية معينة، 100 يوم، شهر، غيره؟ هل الأزمات الموجودة في العراق والدولة العميقة المتجذرة من عام 2003 إلى اليوم، وهذا الفساد وهذه الميليشيات والتدخلات الدولية تحتاج إلى توقيتات أصلا يستطيع أي شخص حلها ضمن توقيتات زمنية معينة؟ هو يعتقد نفسه إن ما جاءت به هي الدولة العميقة، وإن الدولة العميقة هي التي تريد أن يكون هناك عمل ما على الساحة العراقية لخداع سواء الشعب أو لخداع الرأي العام الإقليمي والدولي، ولكن هؤلاء لا يستطيعون، حتى الدولة العميقة لا تريد حلحلة أي من هذه المشاكل، لأنها أساساً هذه الحكومات وهذا البرلمان يعيش على الأزمات، لا يعيش على رفاهية الشعب، لا يعيش على حل مشاكل الشعب. هؤلاء هم متاجرين سواء بقضية النازحين أو بما تملكه الميليشيات من أموال أو حتى بقضايا المساجين، هؤلاء هم يأتون على هذه الأموال سواء المخصصة من قبل ميزانية الحكومة إذا خصصت أو ما تأتي
من منظمات دولية من أجل مساعدة هؤلاء النازحين. طيب. لذلك هو تراه يقول أنني ألزم نفسي في هذه 100 يوم، ولكنه هو فاشل منذ اليوم الأول، لأن برنامجه فاشل ولم يحدد أي توقيتات للعمل الصحيح. طيب. دكتور يحيى، طبعا طبيعة برنامج منبر الرافدين، نحن أيضا نستقبل آراء المتصلين العراقيين من كل مكان من الداخل والخارج. الآن نستمع إلى بعض الآراء بشأن موضوعنا لهذه الحلقة. ويانا السيد أبو عمر من بغداد، وأرجع للدكتور يحيى بعد قليل. أبو عمر تفضل، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله ضيفك الدكتور يحيى، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، تفضل يا أبو عمر. أشكرك أستاذ محمد. إحنا نعرف العراقيين من خرجوا من تظاهرة ثورة تشرين أرادت أنه تغيير هاي المنظومة الفاسدة من 2003 ولحد الآن، تغيير هاي الوجوه اللي كل حكومات الأحزاب السلطة اللي ما قدموا شيء للعراقيين، خاصة بعد مرور من شهر العاشر لحد الآن أكثر من سنة، اللي هم أحزاب السلطة رشحوا محمد شاع السوداني على أساس أنه يكون واجهة للحكومة العراقية ورئيس الوزراء، فيكون إلى مكان أمام الشعب العراقي. لكن هو ما يختلف عن باقي رئيس الوزراء اللي مصطفى الكاظمي أو العبادي أو المالكي، ما يختلف عنهم، لأنه هو جزء من هاي المنظومة الفاسدة وجزء من هاي الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن. وجود محمد الشياع السوداني يمثل للأحزاب السلطة، هم اللي يقومون تحريك هذه الأمور اللي بالبلد، هم اللي يقدمون الشغلات اللي يعني نقدر نقول عليها اللي لازم يوافق عليها محمد الشياع السوداني. طيب. أبو عمر، أنا بس نختصر بالوقت، أنا عندي سؤال وهو سؤال الحلقة أيضا. خلال 100 يوم من حكومة محمد الشياع السوداني، بالنسبة لك المواطن العراقي، ما الذي تحقق؟ أستاذ، إحنا كعراقيين وكل شعب العراقي وكل أبناء شعب محافظاتنا ما تحقق أي شيء، يعني ما تحقق سوى القتل، سوى التهجير، سوى النازحين بعدهم موجودين بأماكنهم، والسجناء لحد الآن ما ضعفوا، والأمور البنى التحتية لحد الآن، الوظائف بعدها، الخريجين اللي قاعدين هم يطالبون إنه لهم يعني مجال عمل ماكو. أيضا كل الطبقات اللي تلقاها تتظاهر ما قدم لهم أي شيء، المحاضرين بعدهم، كل هاي الأمور اللي قاعد الشعب العراقي يخرج من وراها، ومحمد الشياع السوداني صافن عليهم، ما يقدر يسوي أي شيء، لأنه معطول أحزاب السلطة وميليشياته اللي موجودة عندنا ببغداد، ما يقدر يسوي شيء. طيب، شكرا جزيلا أبو عمر من بغداد، أنا أشكرك. ويانا السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. طبعا احنا كل الحكومات المتعاقبة نفس المشاريع اللي يحكون بها الوهمية ونفس الإنجازات الكذابة، وكل إنجاز ما عندهم يعني جايين خدمة أحزابهم وخدمة الميليشيات ومساندة إيران بأزمتها الاقتصادية فقط. هاي كل الصعود الدولار والأزمة الموجودة عندنا والبطالة وكل الخدمات صفر، لا كهرباء لا إنجازات، كلها تواعد 100 يوم. شو يريد يصير عند الفانوس السحري مثلا السوداني؟ ما يقدر ينجز أي شيء، لأن جماعة المكاتب الاقتصادية الموجودة بالحشيد دول يريدون بس فرهود، يريدون سرقات وفساد وتهريب واستحواذ وسيطرة على المناطق، فما راح يطون لأي رئيس وزراء لو منا 100 سنة وذولي موجودين أن يبني طابوقة بالعراق نهائيا، ولا يخلوه ينجح بأي مجال، لا الصحة ولا الخدمات ولا الكهرباء ولا البطالة ولا أي شيء. يعني الميزانية لحد الآن ما مقرورة، والخريجين شفنا احنا مظاهرات لهم، مئات المظاهرات ما حد فكر بيهم. طيب. ملفات، مئات الملفات، ما حد حل هاي الملفات اللي هي أزمات تعتبر. طيب سيد صباح، أرجع وأقول سؤالنا في حلقتنا اليوم، خلال 100 يوم من عمل حكومة السوداني، ما الذي تحقق بالنسبة لك أنت المواطن العراقي؟ والله احنا ماكو اي تحقيق، يعني حقيقة ملموس. صعود الدولار، المواد الغذائية صعدت، كثرة البطالة، ماكو اي مشاريع حقيقية، ماكو اي امان، ماكو حتى جاي نشوف اكو مستقبل او بصيص امل بهاي الحكومة. لان هاي الحكومة احنا من جتي عقيمة، عقيمة ما راح
تنجح نهائيا، لان ما طول ايران تشرف عليها ما راح يخلوها تنجح، يريدون الازمه مستمره بالعراق. طيب. كل الازمه اقتصاديه، ازمه امنيه، والميليشيات. نعم. الميليشيات ليش ما يحلوها الحشد؟ ليش ما يحلون الحشد هذا اللي اصبح حجر عثرة بطريق اي حكومه يريد يسووه؟ طيب انا اشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك. اعود الى دكتور يحيى مره ثانيه. استمعت حضرتك دكتور يحيى الى بعض الاراء. يقول السيد صباح من بغداد انه هذا، وطبعا السيد ابو عمر، هذا الشخص جاء عن طريق الاحزاب، لم ياتي عن طريق اختيار الشعب. كيف يمكن لحكومه السوداني ان تحقق تطلعات الشعب العراقي وهي جاءت رغما عن رغبته، رغما عن رغبه الشعب؟ الشعب مقاطع للانتخابات، كيف ستشعر بمعاناه الناس؟ وهذه هي الحقيقة أخي العزيز، هي هاي حالة الإحباط واليأس التي يمر بها العراقيين الآن من جراء ما بعد هذه الانتخابات، من هذا البرلمان المزور، من هذه الوجوه التي بقت تراوح في مكانها وتستأثر بالسلطة وبالمال العام. حتما هو غير قادر، لأنه هو جزء من هذه المنظومة، وقد من رحم هذه المنظومة الفاسدة، لا يستطيع أن يحاسب هؤلاء الفاسدين الذين هم قد جاءوا به إلى سدة الحكم. لا يمكن إصلاح الوضع عن طريق هؤلاء الفاسدين. هذا هو ما يقصده الجميع، سواء الأخوة المتصلين أو الأغلبية من أبناء شعبنا الذين رفضوا الانتخابات ورفضوا أن يبيعوا صوتهم لهذه الدكاكين من الأحزاب الجاسوسية التي جاءت للعمل ولتنفيذ الأجندات الخارجية بكل تفاصيلها على حساب لقمة المواطن العراقي وعلى حساب ثروات الشعب العراقي. لذلك تراهم يتشبثون بالخارج من أجل أن يبقوا في هذا الكرسي وفي هذه السلطة وإحياء ثروات العراق لكل من هب ودب للطامعين دون أن يحققوا شيئا من رغبات أو تطلعات الشعب. طيب. دكتور يحيى، تفضلت قبل قليل وقلت بأن حكومة السوداني فاشلة منذ اليوم الأول. ربما يطرح عليك سؤال من قبل المؤيدين لهذه السلطة، أدوات إعلامية للأحزاب، حتى بعض العراقيين اللي يأيدون حكومة السوداني، يقول لك شلون حكمت عليها منذ اليوم الأول أنها فاشلة؟ شنو معيارك أو مقياسك لهذا الحكم؟ المعيار الأول هو عندما استمعت إلى برنامج رئيس الوزراء، هو لم يرصد لا القضايا المادية التي سوف يقوم بحالة التغيير الذي هو ينشده. مثلا هناك مئات الآلاف من الخريجين الذين هم على قارعة الطريق بلا وظائف. أنت حققت من ميزانية ورصدت من أموال من أجل هذا التعيين، أنت لن تقوم بعملية رصد حقيقي لثروات العراق أو لواردات العراق حتى يكون هناك تعيين حقيقي لهؤلاء الخريجين. مثلا ماذا رصدت أنت لبناء أو تعويض هؤلاء النازحين الساكنين في المخيمات حتى يعودوا إلى دورهم المهدمة وإلى مدنهم التي تسيطر عليها الميليشيات؟ ما هي الفقرات التي رصدتها في برنامجك الحكومي لحل الميليشيات؟ هل أنت سوف تشتري منهم السلاح؟ هل سوف تغيرهم إلى مواقع مدنية؟ هل تفعل كذا وكذا؟ هذا كلها مطلوب. هذا البرنامج الذي قدمه هو مجرد إنشاء يكتبه طالب في السادس الابتدائي. طيب. بالنسبة للميليشيات، عن أي ميليشيات نقصد أو تتحدث حضرتك دكتور يحيى؟ رجل السلطة عندما يأتي إلى السلطة يجب أن يكون صاحب قرار، وهذا القرار سوف يشعر به الشعب ويشعر به المواطنين. دكتور يحيى، نعم أنا بس اسمح لي. الميليشيات دكتور يحيى، هل تسمعني؟ نعم. الميليشيات اللي حضرتك تفضلت بها أو ذكرتها بالنسبة للسلطة هي قوات رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. هنا نسأل، هذه الميليشيات اللي تتفضل تذكرها، من هي بالتحديد؟ من هذه الميليشيات التي تحمل السلاح خارج إطار القانون؟ هم أنفسهم قد شخصوا هذه الميليشيات وليس أنا. هم قالوا أن هناك فصائل وهناك ميليشيات هي تعمل خارج نطاق القانون وخارج
نطاق الدولة. هذا شيء. الشيء الآخر بأن جزء من هذه الميليشيات أو هذه الحشود لها واجبات معينة، ليس من حقها مثلا احتلال المدن، وليس من حقها إقامة مشاريع، وليس من حقها افتتاح مكاتب اقتصادية وسرقة قوت الناس. كل هم حددوها وهم قالوا عنها، نحن لسنا من قالها. صحيح. وهم يتغنون بذلك. ورئيس الوزراء عندما يريد أن يحل هذه الفصائل التي لن تخضع لسلطته وتمارس العمل خارج القانون، يجب أن يحدد الأولويات في عملية حل هذا العمل. نعم. وإذا كان غير قادر عليه لا يحمل نفسه أكثر مما يحمل أي شخص آخر، لأنه غير قادر على هذا العمل. نعم. كان ما جاء طارحا للميليشيات الفصائل، كان سكت. صحيح. ليش هو ذكر برنامج الحكومي حل هذه حل الفصائل؟ لماذا ذكر إعادة النازحين؟ أين هم النازحين الآن؟ 100 يوم ماكو نازحين، ما رجعوا. صحيح. لا عوضهم ولا أعادهم إلى مدنهم. سنأتي إلى جزئية تتعلق بالمحافظات المنكوبة دكتور يحيى بعد قليل، لكن نستقبل الآن السيد عبد الرزاق من بابل وارجع للدكتور يحيى بعد قليل. تفضل سيد عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. تحية لك ولضيفك الكريم. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، بالنسبة للحكومة السوداني وغيرها من الحكومات اللي متعاقبة، يقول ما بني على خطأ فهو خطأ. الحكومات اللي تشكلت بعد 2003 لغت المواطنة. نعم. وأسست على المكونات، وإذا تدمر البلد هو بالمكونات، لأنه المكونات ما تبني. الدكتور أستاذ محمد، بالنسبة للمكونات ما تبني وطن، تفرق أبناء الوطن على أسس المذهبية والطائفية. فالحكومات اللي إجت أسست ورسخت هذه المكونات لمصالحها، مو لأجل خدمة الوطن وأبناء الوطن. يعني نعرف احنا كل زين من استلمت هذه الحكومات، يعني لغت الكفاءه ولغت الخبره وجابت بالمحسوبيه والمنسوبيه، وهذه المحسوبيه والمنسوبيه هذه سببت خلل كلش كبير. طيب سؤالي لك سيد عبد الرزاق، هاي الحكومه اللي اجتي حكومه السوداني، هل بنيت على اساس الوطنيه والشراكه؟ لا ابدا، قلت بناء على المكونات، على الطائفيه، على خلق العداوه بين ابناء الوطن الواحد. نعم. اللي دمر العراق من ذاك اليوم شنو يا دكتوره؟ هم جابوا هذا المفهوم الطائفي. نعم. واللي كان العراقيين. طيب. من الشمال ومن الجنوب ما يعرفون هاي المفاهيم. سيد عبد الرزاق، باجابه سريعه، تقييمك لعمل حكومه محمد الشيع السوداني بعد مرور 100 يوم عليها. استاذ محمد، اي دوله، اي حكومه تعرف انجازاتها من خلال الاقتصاد. الاقتصاد اللي بالحكومات المتعاقبه وحكومه السودان اخر شيء شنو اللي قدمته؟ انا اريد جوابك انت بالتحديد سيد عبد الرزاق، انت مواطن عراقي في الداخل، هل استفدت؟ هل كان هناك تغيير ايجابي لصالحك؟ استاذ محمد، انا يمتى ما اشوف المواطن العراقي مرتاح انا ارتاح. الخريجين لحد الان يعانون من مشاكل ما متعانين. نعم. الفرص العمل ما متوفره، الخدمات ما متوفره. طيب. شنو الانجاز مالته اللي شكرا تلت. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك للمشاركه معنا. السيد ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. خليني اجاوب على اخر سؤال سالته الاخ. تفضل. تقييم يعني الدولة أو الحكومة الجديدة من تجي، هي تجي تنقي برنامج حكومي راح تطبقه من 2003 لحد الآن ولا حكومة طبقت. بس علي صوتك، علي صوتك يا أبو علي. العفو. ماكو أي حكومة جت من 2003 لحد الآن طبقت البرنامج الحكومي مالتها، ولا أكو برلمان يحاسب الحكومة ليش ما طبق. هم يقولون إحنا حكومة خدمية. خدمية شنو؟ إحنا عندنا اثنين مهمات في الحياة، الأمن والاقتصاد. الامن مثل ما ذكرت انت حضرتك وحضره الضيف الكريم، انه الامن اليوم بيد الميليشيات. حتى الميليشيات اللي صارت تحت امره الدوله ما تأتمر بالقائد العام والقوات المسلحه. نعم. والدليل شفناه من طوقه والكاظمي
وشفناه من ما نفذوا الاوامر، وهسه لان مقتدى ساحر جماعته ولا نفس الشيء، وشفنا بالليله الثلاثاء الاسود شنو صار ببغداد لما تقاتلت بينات الميليشيات، شنو صار؟ لا قائد عام ولا قوات مسلحه ولا غير. الاقتصاد يعني ما عنده الدوله منهجيه، يعني هم من قرروا سعر الدولار يوصل 130، طيب ليش ما خليته على 1120؟ ليش ما ليش يعني خليته يعني شنو المغزى الاقتصادي من 130؟ وصدق استاذ محمد اخذ لك بعد فتره اسبوع وراح يصعد الدولار يوصل لل 170 مره ثانيه ويصعد. لان ماكو دراسه اقتصاديه. هو احنا منو اللي يريد الدولار؟ يريد الدولار اكو اشخاص ما يمشون عدل بالدوله. طيب. الفساد المال العام. وين يروح هو ترى؟ من يروح لايران يعني شنو سبب يروح ايران؟ احنا عندنا تبادل تجاري مع ايران تقريبا حوالي 10 مليار دولار. وممنوع جاي يروح لايران، شلون يروح؟ طيب شكرا جزيلا ابو علي، انا اشكر حضرتك واكتفي وياك بهذا القدر، وصلت الفكره. نعود الى الدكتور يحيى السنبل مره اخرى. دكتور يحيى، يقول السيد ابو علي من واسط انه برنامج حكومي غير واضح، لا يوجد برلمان يحاسب. شنو دور البرلمان لعد اذا ما يحاسب الحكومه على برنامجها وعلى النقاط التي وضعت ضمن هذا البرنامج؟ أخي الكريم، كل حكومة أو كل حزب في العالم عندما يريد أن يخوض انتخابات فهو يقدم برنامج لخدمة الشعب. فهذا حزب يقول بأنني سأعيد مجانية التعليم وسأعيد مجانية العلاج وسأقوم بمعالجة أسعار الوقود وأقوم بالبناء كذا وأقوم بتوفير كذا. هذه دكاتين الأحزاب منذ 2003 إلى اليوم ليس لها أي برنامج سوى الكذب والخداع. هو يأتي إلى جماهير الشعب ويقول بأننا سنعمل كذا وكذا، بل شماعتين. الشماعة الأولى كان هو قتال القاعدة وقتال الإرهاب وكذا، وكله كذب وهو ابتزاز للأموال. وهم مشاركين لكل منظمات الإرهاب بالقتل والإجرام والسرقات. ومن ثم جاءوا بعد 2014 للكذب على الناس، يذهبون إلى مخيمات النازحين، انتخبونا لنعيدكم إلى مدنكم. وهؤلاء المساكين الذين لا يملكون حتى لقمة عيشهم لربما يضطرون من أجل انتخاب هؤلاء النكرات الذين أصبحوا ذا نفوذ وأموال على حساب هؤلاء المساكين. ولن يستحي منهم شخص، أو كما يقول المثل، لم تعرق لهم جبين، ويقول إنني غير قادر على مساعدة أهلي وقادر، بل ما زالوا مستمرين بهذه القوانة وبهذه الأكاذيب. إضافة إلى تخصيص مبالغ إلى من يشترون ذممهم مع الأسف من شيوخ عشائر يسمون أنفسهم شيوخ عشائر ووجهاءهم يشترون هذه الذمم. هؤلاء هم شهود الزور على تدمير أبناء عشائرهم. هذا كله موجود في هذه النخبة التي سمت نفسها هي نخبة سياسية، ولكن هؤلاء ليسوا نخبة سياسية. هؤلاء مافيات فاسدة وعصابات جاء بهم المحتل من مزابل المدن وسلمهم مصير. طيب. العراق. دكتور يحيى، يقول السيد عبد الرزاق من بابل، أسسوا الحكومات المتعاقبة والأحزاب اللي جت بعد 2003 أسسوا الطائفية، جذروها في نفوس الناس، في عقول بعض العراقيين، تسببوا بتفرقة المجتمع، ويتحدثون اليوم بالمكون الأكبر، ويتحدثون بالبيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي. كيف يمكن لهؤلاء أن يمثلوا الشعب العراقي المكون من مختلف الطوائف والانتماءات المذهبية والفكرية والدينية وغيرها، إن كانوا يتحدثونهم عن المكون الأكبر والبيت الشيعي والبيت السني؟ أخي الكريم، هؤلاء جاءوا مع الاحتلال، ما هي حجتهم؟ لا يستطيع أن يقول جئت لأبني العراق، وجاء مع محتل غادر ليسرق عراقه وليدمر بلده، وإنما لبسوا ثوب الطائفية بحجة إننا يا شيعة جئنا نحميكم من السنة، وأن يا سنة جئنا نحميكم من الشيعة. وهذا هو هذه القوانة هم الذي قد مشوا عليها، لذلك هم لا يستطيعون مغادرتها مطلقا، لأنهم مجرد لصوص وجواسيس غير قادرين
على الكلام بالوطن ولا بناء الوطن. لا يستطيعون بناء الوطن. من يريد أن يبني الوطن عليه أن يتحدث بكل العراق. لا يوجد سني ولا يوجد شيعي ولا يوجد فلان. الكل عراقي في ظل دستور حقيقي وليس دستور مشوه فيه من الكلمات الطائفية والمذهبية ما يجعله لا يصلح لبناء وطن. ونراهم الآن هم يقولون بأن هذا الدستور هو ملغم. الشيء الآخر أن أمريكا قد جاءت بنسب لهذه المكونات هي نسب كاذبة مع احترامنا لإخوتنا الشيعة، ولكن ما جرى في انتخابات 2005 قد أفرز من هو المكون الأكبر. عندما تركت كل المكونات بشيبها وشبابها في انتخابات 2005 قالت الأمم المتحدة وهي كاذبة إن الذين اشتركوا 59%، ولكن ما أفرزته في وقتها المفوضية للانتخابات قالت إن الذين اشتركوا هم 54%، قد أضافوا لها 5 أخرى. فمن الذي لم يشترك في 2005؟ لم يشترك العرب السنة في 2005، وهذه هي نسبتهم في وقت أيضا قد اشترك من العرب السنة أتباع هذه الأحزاب الفاسدة التي ظهرت بينهم. طيب. دكتور يحيى، تحدثت قبل قليل، نعم اسمح لي، تحدثت قبل قليل عن النازحين ضمن الخطة الحكومية لمحمد الشيع السوداني، سحب الفصائل، يسموها فصائل، سحب الميليشيات من مراكز المدن والزج بالشرطة المحلية، استثني من هذه النقطة المحافظات المنكوبة اللي شهدت عمليات عسكرية اللي هي دخل فيها داعش ودمرتها الحكومة وداعش. أيضا هناك نقطة أخرى تتعلق بتقديم المساعدات وإغاثة النازحين. شفنا الزلزال اللي صار اللي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري، وذهبت قوافل المساعدة من قبل الحكومة والميليشيات الحشد إلى صوب سوريا، طبعا هي كلها راحت بحضن بشار الأسد وما شاف منها ذول اللي انضربوا الزلزال، ما شاف من هالمساعدات أي شيء. لكن النقطة أنه تذهب أموال العراقيين، أموال المهجرين والنازحين، أموال الفقراء إلى المجرمين، إلى قتلة شعوبهم، في حين أبناء الوطن قاعدين بالمخيمات بالعراء، لا مي لا أكل لا شيء يقيهم من برد الشتاء وحر الصيف. شنو هالمعايير بالتعامل مع الآخرين وبالتعامل مع أبناء البلد؟ هو هذه المعايير الطائفية التي جاء بها الاحتلال، هو جاء بحكومة تمييز طائفي. هو عندما تكون هناك آلاف المخيمات، أي ما يقرب 1,700,000 نازح الآن في مخيمات بزيبز وعامرية الفلوجة وفي نينوى، بالإضافة إلى مخيمات أيضا داخل إقليم كردستان، ولم يعملوا على إعادتهم إلى مدنهم، لن يعودوا، لأن هذه الحكومة تعمل بتمييز طائفي وبمباركة إقليمية ودولية وبمباركة أمريكية. نعم، لذلك هو لن يتحدث عن هذا مطلقا ولن يقدم شيء. وحتى أولئك الذين يسمون أنفسهم سياسيي السنة، هؤلاء شهود الزور، هؤلاء الكاذبين، هؤلاء الذين يتصدرون المشهد وهم أشد حقدا وقذارة على أبناء جلدتهم من أولئك الطائفين. هؤلاء الذين يكسبون المال العام برؤوس هؤلاء بحجة إننا أعطونا مبالغ لنعطيها للنازحين ويسرقوها، وهذا مثبت على كثير منهم. لذلك هذا العمل هو لأننا في حكومة تمييز طائفي. طيب. قد فرضتها أمريكا وإيران عبر عملية سياسية وبمباركة دولية. أرجع لك بعد شوية دكتور يحيى. السيد أبو أحمد من لندن، تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك وإلى ضيفك العزيز. بس أنا ما بس أعيد أضيف للضيف العزيز أنه ترى هم حتى على بني طائفتهم ما سووا شيء يعني. نعم. يعني هاي بس 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 للعلم يعني. يعني ذكرها دكتور يحيى، هو القصد المقصد عام. إيه مو يقول الطائفية، لا لا، هم ناس مو مال حكومة. والدليل أنه من عام 2003 لحد الآن ماكو خطة. الخطة عليها من تعتمد أستاذ محمد. الخطة تعتمد على الميزانية التخطيطية للبلد. هم من عام 2003 لحد الآن معتمدين على ميزانيتهم التخطيطية على النفط.
من يصعد سعر النفط اصولا هو راح يتم حساب الميزانيه الوارد المصروف الفائض. هم الفائض مباشره يسنون قوانين ما انزل الله بها من سلطان يصرفوها عليهم. طيب. يعني ما فكروا فيهم الايام مثلا صرفوا على النازحين، صرفوا على الاعمار، صرفوا على الصناعه، على الزراعه، على التجاره، فلذلك هؤلاء الناس ما تامل من عندهم خير. طيب سيد ابو احمد، سيد ابو احمد اذكر لي الجزئيه تتعلق بحكومه السوداني حتى يكون الكلام ادق. اليوم 100 يوم، اكثر من 100 يوم بقليل مضت على حكومه محمد الشيع السوداني، شنو تقييمك لها انت المواطن العراقي؟ ما الذي تحقق فيها؟ والله عايشه والناس بقلق مو طبيعي، مسألة الدولار بين صعود وبين نزول، وعيشوا الناس بوعود التعيينات والله أعلم عينوهم لو لا لو بس أوامر إدارية أو وزارية وصدروا لهم. فلذلك كما سابقتهم لا ثقة فيهم. ألف شكر لك. أكيد شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من لندن. أنا أشكر حضرتك. السيد أحمد من مصر، تفضل يا أحمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحييك وبحيي القناة الشريفة والكادر القناة الطيب والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. اولا انا بعز الشعب التركي والشعب السوري على الزلزال الذي دمر البلدين دي بتاع ربنا. نعم. والشفاء العاجل للجرحى. نعم. وكل الجرحى والشفاء العاجل للجرحى. ثاني وجه التحايل ضيفك الكريم الاستاذ السنبو. بالنسبه للوضع العراق ووضع القائم في العراق بالنسبه لهم من 2003، نعم، الناس الاحتلال بيلعب على الطرفية. كلام الضيف الكريم الاستاذ سنبل العضو في الهيئه العامه لعلماء المسلمين. طيب بيعمل الاحتلال بيعمل الفتنه الطرفيه، بيلعب على الفتنه الطرفيه لتدمير الاوطان. يعني بخش اي دوله بيضرب على الناس، يقول لك انا شيعي ودي يقول لك انا سني ودي يقول لك انا عربي. لموهم الناس اللي جابوهم من امريكا، جابوهم كانوا ناس مرتزقه، كانوا لمتهم المخابرات الامريكيه والبريطانيه. نعم. ولمتهم وجابتهم بعد الاحتلال في 2003. نعم. عشان يقول لهم، قالوا للشعب العراقي احنا هنجيب لكم الديمقراطيه وهنجيب لكم الحريه، بعد ما كانوا عايشين في كرامه قبل 2003. نعم. وكان الخير، كان العراقيين كان المصريين كانوا بيقولوا العراقيين كانوا احلى عيشه كانوا عايشين، كان. طيب. يعني كانوا بياكلوا لحمه ويفطروا لحمه وكانوا عايشين. نعم. احلى عيش. نعم بكرامة. سيد أحمد أنا أشكر حضرتك واكتفي معك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركة. دكتور يحيى، نأتي إلى جزئية تتعلق بالفساد في العراق. من مشاكل، من أساسيات أو أسس المشاكل الموجودة في العراق هو الفساد. الآن شاهدنا مؤخرا بعد قدوم محمد الشيع السوداني ما يعرف بصفقة القرن التي كانت هي امتداد من حكومة الكاظمي، كشفت في حكومة السوداني، ألقي القبض على نور زهير ثم أفرج عنه بعد ذلك تحت ذريعة أنه دفع جزءا من المبلغ وسيعيد الباقي. كذلك الحال بالنسبة لهيثم الجبوري. ثم قال محمد الشيع السوداني أن أغلب المتهمين بصفقة القرن هربوا إلى خارج العراق. كيف يمكن أن ينهي مشاكل العراق ويبدأ بمحاربة الفساد وهو يقوم بإطلاق سراح الفاسدين بصفقات؟ مشروع الفساد هو مشروع كبير ومتجذر في كل الوزارات والمؤسسات العراقية منذ عام 2003، وهذا الملف قد أزكم الأنوف، بل وصل حتى رائحته الكريهة إلى كل دول العالم. نعم. التي جاءت بوفود وجلست مع هؤلاء الحكومات المتعاقبة وهم يطالبونهم بكوميشات ويطالبونهم بأرباح ويطالبونهم بتجارة. ولذلك هذا السوداني أو غيره غير قادر على تنظيف البلد من هؤلاء الفاسدين، إضافة إلى لا توجد إرادة سياسية، لأن الجميع مشتركين بعمليات السرقة والفساد. فنور زهير أو هيثم الجبوري ما هم إلا واجهة لقيادات أكبر ولحيتان أكبر منهم كانوا يسرقون ويقدمون لهم ويأخذونهم حصصا أو نسبة على ذلك. لذلك السوداني قد خضع لتوجيه، سواء كان من حيتان العملية السياسية والذين أمروه بإطلاق سراحه. بعدين هل هذه فعلا هي صفقة القرن، سرقة القرن؟ هل سرقة القرن مليارين ونص دولار أمريكي؟ لا هذه ليست سرقة القرن. سرقة القرن ما تم
تداوله بسرقة، قد نهب من العراق ما يقرب من 1,000 مليار. أين هذه الأموال؟ ظهرت الآن هي لتمويل ميليشيات حتى خارج العراق، ولتمويل حروب وكذا، بالإضافة إلى هؤلاء الفاسدين الذين كانوا لا يملكون حتى دار سكن، الآن يسكنون بالقصور والسيارات الفارهة والعمارات، سواء في لندن أو في أمريكا أو الإمارات أو غيرها من الدول. هذا كله واضح. لكن هل يستطيع هذا السؤال أيضا حتى يوجه أيضا إلى من يسمع ممن يؤيدون هذه الحكومة، هل يستطيع أن يحارب الفساد فعلا ولا يبدأ بكبار حيتان الفساد الموجودين والمحيطين به، المالكي، رؤساء الحكومات السابقة؟ لماذا على الأقل لا يبدأ بهم؟ غير قادر على ذلك، لا يمتلك الإرادة، وهو خرج من رحم هذه العملية الفاسدة. يعني يمكن هو أيضا لازم عليه ملف أو ملفين يدو بها، سواء هي صحيحة أو كذا، فما يقدر يحاسب أحد من هؤلاء. وجابوا لتنفيذ هذا الأمر، وإلا وين أكو قانون بالدولة سارق يطلق سراح؟ في كل دول العالم وفي القانون العراقي. يعني هذا يجب أن تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة، أو عنده محامية أو عنده زوجة هي تروح تصفي هاي الأعمال وتجيب هاي الأموال اللي سرقت. أما أنطاني جزء وروح أطلع، هذه ما موجودة بالقانون نهائي. دكتور يحيى، هناك مشكلة أيضا هي مشكلة الدولار. حدثت أزمة الدولار، ارتفع انخفض المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي، متذبذب، القدرة الشرائية ضعيفة. الآن يطبلون لمحمد الشيع السوداني أن هو البطل المنقذ الذي وفى بوعده وعاد سعر الصرف. أولا هو قال بأنه ليست من صلاحياته أن يتحكم بسعر الصرف، الموضوع منوط بالبنك المركزي، ورجع علي العلاق ابن حزب الدعوة والمتهم ب7 مليار دينار اللي غرقت في البنك المركزي. لماذا هذا التطبيل لمحمد الشيع السوداني؟ وقضية الدولار أصلا قضية غير محسومة بعد، اليوم بالسوق هو 146 رغم إعلانهم على أنه هو 130. لا، وصل 151. حقيقة بالنسبة للدولار، عندما أراد توفير شيء من المبالغ الكاظمي بسبب انخفاض أسعار النفط، فقام بتحويل برفع سعر قيمة الدولار من 120 إلى 146، وهو عمل خاطئ. لأنه قد اقتص من لقمة العيش للمواطن، وكان سبب في صعود المواد الغذائية والاستهلاكية. ولكن عندما جاء محمد الشياع السوداني الذي كان يغرد في تويتر وغيرها على محاربة هذا الصعود وهذا كذا، وصل الدولار في زمانه إلى 170 175 بالتحديد. نعم، 175 يمكن أنه وصل. ولكن إعادة الدولار إلى سعره الأول لا يكون ضمن قرارات حكومية كما هو مفهوم في العالم. يجب أن يكون هو عرض وطلب. وإذا كانت إيران تطبع العملة العراقية المزورة وتشتري الدولار، فاليوم البنك المركزي يبيعه 130 لكن هي مستعدة تشتري 150 و170 وتهرب. بالإضافة إلى أن هناك اتهامات بأن الدولار العراقي قد وصل إلى روسيا. والمشكلة الأخرى دكتور يحيى هي السيولة الضعيفة بسبب فرض عقوبات أمريكية على مصارف موجودة في العراق بسبب تهريب العملة. يعني قضية خفض الدولار بحسب رؤية اقتصاديين هي ربما تحسن مؤقت. هذه الحركات إلى متى يستمرون بالمماطلة فيها في محاولة الضحك على العراقيين؟ ما دام هناك تزوير للدينار العراقي وشراء للدينار العراقي وعدم وجود أمن اقتصادي حقيقي يراقب السوق ويمنع التهريب ويمنع التزوير، فالعملة العراقية طريقها باتجاه طريق العملة اللبنانية والسورية التي قد أصبحت لا تساوي شيء في المعايير الدولية. طيب دكتور يحيى، في سؤالي الأخير لحضرتك، هل تتوقع من حكومة محمد الشيع السوداني في ظل الأحزاب المحيطة بها، في ظل الميليشيات، في ظل القضاء المسيس كما يصفه هادي العامري أنه هو تابع للأحزاب ويهدد، هل يمكن أن يحقق أي شيء يصب في مصلحة المواطن العراقي؟ هل يملك الأدوات؟
أنا لا أعتقد أنه قادر على تحقيق أي شيء مما وعد به العراقيين أو على حتى انتشال ولو شيء جزئي، سواء في الحالة المعيشية أو الاقتصادية وحتى الأمنية. نعم. في العراق ما دام هو مرتبط بهذه المنظومة الفاسدة التي ترعاها إيران وتباركها أمريكا، ما دام هناك تحقيق لمصالحها من كل ما يجري في العراق أو ضمن اختلافاتها حتى مع إيران في ملف المفاعل النووي، ولا أمريكا تبحث عن مصالحها حتى مع هؤلاء الفاسدين وتبارك لهم ما يقومون به من أعمال تخريبية سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر سكايب في حلقة منبر الرافدين لهذا الأسبوع. مشاهدينا الكرام، أنا أيضا أشكر حضرتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، كل من شاركنا في هذه الحلقة، كل من يشاهدنا عبر شاشة قناة الرافدين. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.